فأنا كأني عم شوف إنه الشخص اللي أنتوا معه كأنه عنده سفر قصير، لأنه طاقة السفر طلع لكم، وكأنه هالشخص اللي أنتوا معه عم يعمل شغلات من وراكم. فطالع عندي طاقة الساحر، وكمان ممكن يكون في عندكم أولاد، لأنه طاقة طالع عندي في أولاد هون، في ناس متزوجين، في أولاد. طاقة الساحر يعني اللي بيلعب، مبين عندي إنه في طرف ثالث موجود معكم، كأنه الشخص اللي أنتوا معه عنده علاقة مع واحدة تانية، أو العكس، يعني عندها علاقة على حسب الشخص اللي بيشوف الفيديو، أو بتحاكي حدا من وراك، أو هو بيحاكي. عم شوف في مشاكل عند ناس، في أوراق بيناتكم، وكأن هالزواج ما مر عليه وقت طويل، بس في علاقة، يعني بشوف في علاقة ثلاثية موجودة بالموضوع. كذلك عندي ورقة طالعة، يعني طالعة الانتقال من بيت لبيت، ما في انتقال، ما الورقة طالعة عندي مقلوبة، يعني في مشاكل، كأنه زوجك عم يعمل شغلة من وراكي حرام، هالشخص هذا. انتي راح تسمعي اخبار جميلة او جيدة عن هذا الشخص، لاني بشوفك هون انتي عم تدعي، تدعي له بالتيسير، بس الشخص اللي انتي معه كأنه غاوي مشاكل، كأنه في شخص بيناتكم. هالإنسانة ممكن تكون وحدة حلوة وبيضة، وكمان في عندها فلوس، كأنها بدها تأخذ مكانك، وكأنها هي سبب هالمشاكل. بس عندي هون في أخبار حلوة راح توصلك، لأنك أنت عم تدعي، عندي أنت عم تدعي الله مشان هالشخص، ومشان يحل هالمشاكل اللي بهالعلاقة الثلاثية. بس مو مبين عندي انه يعني مش راجل متزوج باثنين، كأنه في طرف ثالث موجود. عم شوفك عم تدعي الله مشان هالعلاقة، ومشان يكون في عدل، انت عم تطالبي بالعدالة مشان تحافظي على بيتك ويرجع لك زوجك مثل ما كان بالأول. بدي اياك تشوفي، انا قلت خليني اشوف شو راح يطلع معي، طلعي شو طلع عندي. طلع عندي في وحدة عم تعمل فتن، وعم تطلع على عتبة بابكم، وكمان هالرجال كأنه عم يعمل مشاكل، عم يطلع عليها. في ناس طالع عندي كأن أزواجهم برا، وعم يعرفوا وراهم مرة تانية. كمان في ناس عندهم انتقال من بيت لبيت، ولكن حب بشرك انه في عندك في استجابة الدعوة، في دعاء عم شوفه، في استجابة الدعوة، كل شي رح يصير منيح. بس حب بشركم انكم عندكم استجابة دعوة، وفي عندكم انتصار، رح يكون عندكم انتصار. كمان في عندكم اخبار حلوة رح تسمعوها، واللي في عنده أوراق يعني معكوسة، فيها عكوس أو شيء، الأمور راح تمشي مزبوط. كذلك في موجود عندي مشاكل حكومية راح يصير فيها، راح تتيسر الأمور. والشيء اللي واضح عندي إنه في عندكم دعوة راح تستجب.
كذلك عم شوف ناس وصلوا للمحاكم، بالرغم من انه الامور يعني هاي الشخص اللي كان بيناتهم ما عاد موجود، بس كأنه وصلوا للمحاكم والامور راح تكون منيحة، لانه في طالع عندي ورقة الاخبار الجميلة، يا طالع عندي ورقة الاخبار الجميلة، طالع عندي في زواج كمان، الناس اللي كانوا متزوجين انفصلوا، في عندي ورقة انه راح ترجعوا لبعضكم، وكمان عندي ورقة الحظ طالعة لإلكم. هذا كان بالنسبة للناس لهالقراءة اللي طلعت لي، هالسيناريو اللي طلع الأول. الحين أشوفكم على خير، الحين راح أعمل القراءة العاطفية للبقية، للسيناريو الثاني، للمرتبطين أو للمنفصلين، الأرامل، العازبين. القراءة العاطفية أكيد لبرج العقرب لشهر أغسطس. قراءتك عجيبة لبرج العقرب، فإحنا يا برج العقرب حنشوف أخبارك إيه، أخبار الحبيب إيه، وإنتو الاثنين حاسين بإيه، وأحوالكم إيه. خلص فإنت طلع لك يا كارت العقرب، راح أقرأ كروت النصيحة لأن عندها علاقة بالقراءة. بيقول لك إنت محتاج تسيبها على ربنا لأنك بتفكر كثير، وكمان في عندك كارت تاني بيقول لك تقدم، لأنه أنت مش باصص حواليك، أنت مش قادر تشوف بروحك الداخلية، ومش قادر بهالسبب هذا تفهم الرسائل اللي بتوصلك. فكمان طلع عندي كارت بيقول لك انت المعجزة، لان ربنا خلقك في شكل جميل، وحتلاقي المعجزة فقط عندما تتركها على ربنا. يعني انت هتلاقي الشي اللي بدك اياه بس عندما تتوكل بشكل مطلق على ربنا. كذلك في عندك كارت بيقول أي حاجة مش جاية على هواك، يعني أي حاجة ما جاتش على هواك وما عطتكش السعادة، يعني مش مديك السعادة، ابتعد عنها لأنها مش حتخدمك دلوقتي. فأنا شايفك يا برج العقرب إنك عاوز تعمل رجوع مع الشخص ده، لأنه واضح إنه سابك ورحل أو سافر. شو مشكلة طاقة السفر عندك يا برج العقرب؟ يا برج العقرب صار طاقة السفر في للمتزوجين طلعت لي ورقتين من أول القراءة، ما علينا رح كمل، لأنه واضح أنه ممكن يكون سابك أو رحل على شغل أو سافر. بصراحة الشخص ده بيفكر فيك قوي، وفي خطط في باله مشانك، وبيحبك كمان، بس هو عايز وقت عشان كل حاجة تكون متوازنة. فواضح عندي الشخص ده انه محبكها شوية. كذلك طالع عندي انه كأنه شخص روحاني جدا، وعايز يدور على حقه، كأنه بيدور على التوازن، على العدل. وحقيقة هو شايفك، يعني بيشوف انه قلبك مكسور صراحة، لاني بشوفه انه شخص روحاني جدا. كمان بشوفه انه حدا بعد عنك، وحاليا انتو ما بتشوفوش بعض، يعني بشوف في مسافة، في تباعد بيناتكم، لأنه طلع له كارتين
هالموضوع. الشخص ده يا برج العقرب كمان قلبه مكسور، وكشيفك كمان مكسور وزعلان وحزين، وانت زعلان كذلك. واضح انتوا الاتنين قلبكم مكسور، ممكن تكونوا مكسورين من بعض او من اماكن مختلفة. بس الشخص ده يا برج العقرب بيحبك حب حقيقي، وهو حاليا بيصلي وبيعمل مديتيشن عشان يطلع من كسرات القلب، رغم انه بطيء لانه بياخد وقت، بيحب ياخد وقته في الشغلات بالتفكير. اما اذا كان هذا حب جديد، فانت يعني حب جديد لسه من فترة، فانا شايفه انه انت حاسس انه الشخص ده مش مهتم بيك وبيخدعك، لانه طالع عندي ورقه في ضرب في الظهر، لانك انت شايفه انه هو اللي بيضربك في ظهرك، بغض النظر انك شايفه انسان مسكين وضعيف ومش مفهوم ومش واضح. كمان ممكن تكون شايفه إنسان بيشيل جواه كتير وما بيتكلمش وبيخبي. أنا بظن ممكن يكون محتاج مساعدة، لكن هو ما بيبينش وبيعمل حاله جامد وقوي وكده، بس هو باين إنه بيحبك، ولكن هو لابس الماسك ده عشان ما يبين لكش مشاعره. كذلك أنا شايفاك يا برج العقرب أنت مهتم بحياتك ومركز بإنجازاتك وحياتك وعم تعيد أوراقك، بس كمان بشوفك في عندك حنين لهذا الشخص وعايز تنقذ هذا الشخص كمان. كذلك كأنك محبط أو يائس وبتفكر كثير، كأنك بتقول إنه الإنسان ده مخبي عني حاجة، بيعمل حاجة من ورايا، لأنه فعلا الشخص ده مستخبي وبيحاول ما يشوفكش، كأنه عامل لك بلوك. يعني ممكن يكون عامل لك بلوك أو قافل عليك السوشيال ميديا، أو ممكن يكون هو مش عامل لك بلوك بس ما بيعرضش حاجة في حساباته. يعني هو موجود بس ما بيعرض شيء في السوشيال ميديا تبعه، ولكن عندي فعلا هو متباعد وانت ما كتشوفوش، لانه هو مشي للامام، فممكن يكون سابك او نقل لمكان تاني، لاني بشوفه فعلا مستخبي. هو شكله زعلان وكمان قلبه مكسور، وهو كذلك عارف انك انت الحب الحقيقي، ولكن هو زعلان لانه هو كمان قلبه مكسور. صراحة انا عم شوف الشهر ده حيعيد حساباته وحيعمل استشفاء، وحيكون ده الشي اللي مركز عليه، وحيقضي وقته في الصلاة والتفكير والميديتيشن. ولكن انت يا برج العقرب محتاج ما تفكرش في الماضي كتير، لانه في طالعة عندي ورقة بتقول لك انت نفسك المعجزة. فاذا انت عم تفكر كيف ممكن تتحل المشكلة هذه، واذا ممكن تتحل او لا، فجتك رسالة يا برج العقرب بتقول لك ربنا بيعمل المعجزات وانت نفسك معجزة. يعني بظن ان الورقة دي ما طلعت لك شي صدفة. كمان طلعت لك ورقة بتقول لك كل حاجة انت محتاجها او اي شيء انت محتاجه فقط لازم تسيبها على ربنا، let go، وما تحاولش تفكر في النتيجة،
بتاعي الموقف ده حتكون ايه؟ سيبي الموقف ده على ربنا، هو حيدبرها. يعني انت ما تعودش تفكر الموضوع غينتهي بايش واللي راح يصير، لا، الموضوع غينتهي بالطريقة اللي ربنا حيشوفها مناسبة، فارتاح والأمور حتمشي كما تريد. لما انت مش حتفكر في الأمور دي حتنتهي بايه، هنا بيقولك انت لازم تثق في روحك الداخلية عشان الرسائل اللي تأتيك التي تأتيك من ربنا أو الملائكة تقدر تعرفها. بالرغم من أني شايفاك هنا في طاقة الكونسليشن، يعني أنت عاوز ترجع للشخص ده، ولكن أنت شايفه أنه مشي للأمام ومتباعد أو نقل لمكان تاني، يعني ممكن يكون راح لمكان تاني، فممكن تكون شايفه عنادي لحد ما، بس كمان انت شايفه انسان ضعيف وحاسس انك انت قلبك مكسور يا برج العقرب. على فكرة انت فاهم الشخص ده بشكل مضبوط، فانت فاهمه منيح، ولكن هو حاسس بيك ومش فاهمك، لان الانسان ده حياته متلخبطة كتير، واضح انه واخد وقت بيحاول يعيد تنظيم حياته. يعني هو حاليا بيفكر في كل حاجة، يزبط كل حاجة في حياته وينظمها، كأنه هو داخل في مرحلة التوحد مش بسببك انت. وهذا مش بيعني انه مو بيحبك، الشخص ده بيحبك، بس هو عاوز يعيد حساباته ويصلي ويعمل مديتيشن ويعمل شفاء لنفسه. هو شايفك انك زعلان منه وشايف انه مش الوقت المناسب عشان تعملوا توافق. الشخص ده بيظهر انه كل شي تمام، كل شي مزيان زعما، فكأنه انتو اصلا لما التقيتوا كان قلبكو مكسور انتو الاثنين. يعني ممكن فالشخص ده دايما او على طول بيبين انه كل شي منيح، كل شيء جيد، يعني انت بتسمع عنه كلام منيح كويس بيضحك، ولكن حقيقة هو قلبه مكسور بالرغم من انه بيبين العكس. فخلال هذا الشهر الشخص ده جياله حاجة منيحة، انه حيبتدي يفكر مضبوط وحيعمل شفاء من هذا القلب المكسور. كمان هو حيكون عايز فرصة معك، طالع لي ورقة انه حيحلم بيك. خليني اشوف شو حكاية الورقة. الشخص ده حتجي فرصة انه يتخلص من البعاد اللي بينكم، وبصراحة طالع لي ورقة انه حيحلم بيك صح. فالشخص ده صامت، طالع عندي صامت، فممكن تكونوا عم تتكلموا روحياً أو في واحد منكم بيعمل تجاذب بالطاقة، لأنه الشخص ده حتجيه رسالة في الحلم إنه يتكلم معاك، وحيبقى في بينكم تواصل، فهو يمكن محتاج مساعدتك أو أنت محتاج مساعدته. فأنا شايفاك يا برج العقرب إنك حتكون متوازن وحتمد ايدك للمعونة للشخص ده، حتعمل توازن، حتعمل كده لانك شايف انه الشخص ده متلخبط، حياته متلخبطة. اما اذا كان الشخص ده زوج وزوجة وفي بينكم مشاكل حول ماديات، مثلا حضانة، اطفال، نفقة، فأنا بشوفك أنت اللي حتزبط الأمور يا برج يا برج العقرب. أو حتى إذا كنتم مرتبطين في ضائقة مالية، هو حزين وأنت حتساعده،
طالع عندي انت طيب يا برج العقرب كتير، يعني انت حتساعده في حاجة عشان الازمة اللي هو عم يمر فيها. انت حتعمل هذا الشي بالرغم من انك حاسس بشوية احباط نفسي من هذا الشخص، واخد على خطرك منه انه مثلا ما وضحش الامور من البداية، او ممكن سابك ومشي اختفى. وطالع عندي انك حتعديها وحتكون كريم. اما اذا كانت بينكم مشاكل مادية فانتوا حتتفقوا، والاتفاق حيجي منك اكتر يا برج العقرب. اما عاطفيا ففي حاجة حتصير حتخليه ينتبه ويفوق ويعيد التفكير صح. وحقيقة الشخص ده بيحبك قوي، وحيبقى بينكم توافق. هطلع حشوف لك، حديك كارت كمان. الأخبار الجميلة طالع لك، خلي الحب يزيد وينمو في كل مكان. باين إن الشخص ده شايفك الحب، الشخص ده شايفك الحب، بس أنا بشوفك كأنك أنت شايفه إنه خدعك، كأنه عمل شي زعجك زعلك. بس الورق بيقولك إذا كنت مستني الحب الكبير الحقيقي فدي فرصتك، فاترك الحب يتجلى لأن الوقت إجا عشان تستمتع بالحب. بتقول لك اسمع لروحك الداخلية واسمع لقلبك واتبع الخطوات اللي حتجي لك وانت حتكون سعيد. فأنت محتاج تطلع من التفكير بالخداع وتسامح نفسك واللي حواليك، لأن ده الحب الحقيقي اللي انت مستنيه. باين عندي انكم حتتفقوا، لكن بالأكثر الاتفاق حيجي منك يا برج العقرب. الحين راح أقول لكم الأبراج اللي ظاهرة عندي. مبين عندي برج برج الجوزاء، برج الميزان، هدول واضحين عندي كتير. عندي في طاقة كبيرة، طاقات مائية، يعني انتو أزرق بس في طاقة مائية كبيرة، طاقة ترابية، تور عذراء جلي، يعني ممكن يكون في طاقات تانية بس هدول الطاقات اللي مبينين عندي، يعني هذا اللي شايفاه. فربنا معاكم يا برج العقرب، قولولي ايه اللي حصل، انتو ليه قلبكم مكتور. فربنا معاكم واشوفكم على خير. فما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير.